هاد ولكن ما كيقولوهمش تسدوا، تشوفوا معاهم خصهم يلقاو حلول. كاين المناطق اللي قالوا لهم يبداو يسدوا ثلاث يومين ويحلوا ثلاث ايام، ولا يسدوا ثلاث ايام ويحلوا اربع ايام، مناطق بحال طنجة وسميتو اللي خداو فيها السلطات المحلية. هنا في الدار البيضاء باقي لحد الساعة ما اتخذ حتى شي قرار في هذا الإطار هذا، ولكن خصنا نفهموا واحد الحاجة كما كنقول، أنا نهضر معك دابا كرئيس نقابة، هاد الناس اللي كنمثل هاد الناس هادو، هاد الناس ضروا بزاف. كاين الناس فيهم اللي كيربحوا ديك القوت اليومي ديالهم، هما اللي كيعولوا على العائلات ديالهم، لهذا ديك الشيء اللي كتربح ديك السيدة ولا ديك السيد في ديك النهار كيدخلوا باش يصرف على وليداتو. وهذا قطاع اللي تضرر خلال الكوفيد، تضرر بزاف وبقاو سادين واحد المده طويله وطويله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم كما شفتوا في العنوان كاين واحد الخبر اللي تقريبا غير اليوم او البارح اللي تكال في التلفازه وتكال في القنوات الالكترونيه وتكال في اليوتيوب وتكال في الاخبار، هو القضية ديال الحمامات انهم غيسدوا نظرا لقلة المياه الجوفية. بزاف ديال التساؤلات كاينين، واش غيسدوا الحمامات ولا ما غيسدوش، واش الحل هو سد الحمامات ولا لا، لان على حد علمي انا كخدام واحد في الحمام، انا ديجا خدام في الحمام تقريبا عندي واحد 10 سنوات وانا كنخدم في الحمام، فرأيي العام كيتداول بانه غيسدوا الحمامات لانه باش يحافظوا على الماء ويحافظوا. انا تيبان لي ماشي غير الحمامات وحدهم اللي غدايين بالماء بالبير يعني للمياه الجوفيه، فراه حتى لافاج هو كذلك تيخدم بالمياه الجوفيه، ما يقدرش حاجه اللي كتستعمل بها الماء ما يقدرش تاخذها من الشركه بحال رضا ولا شي حاجه ولا من المكتب الوطني للمياه، ما تقدرش تاخذو وتخدمو في مشروع بحال لافاج اولا بحال الحمام اولا، فراه ما غاديش يكون عندك واحد المردود، غادي يكون عندك واحد يعني واحد الخسائر اللي كثيره وما غيبغيوش لك لانه غادي يعلم بزاف. هذا الخبر هذا قلق بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كتسائل واش فعلا الحمامات غيسدو ولا ما غيسدوش، نظرا لان ديجا دزنا من هذه المرحله ديال السدان في الكوفيد يعني اصحاب الحمامات اللي ما يقدرش شي واحد اللي يعني يحس بداك الشيء اللي مروا به في الكوفيد، سيرتو الناس اللي خدامه والناس اللي كتصور فلوس، اللي الناس واحد خدام مثلا كسال اولا كيتخلص من شهر شهر اولا اللي بقى بالرزامي ولا شي حاجه، فراه هو كيصور واحد يعني واحد القوت اليومي ما غاديش يجي وتسد عليه انت مثلا، او لا على ما جا في لسان احد رئيس احد الجمعيات بانه قالوا بانه غادي يسد الحمام كل 3 ايام في السيمانه، وتيقولوا هذا اقتراح ماشي يعني يعني امر او لا بلاغ او لا، هذا غير اقتراحات كتقال تيقولوا بانه يقدر حل من الحلول، وتيبان لي بالنسبه لهاد الحل هذا فلا هذا هذا ماشي حل، هذا ماشي حل بالعكس هذا ضربه قاضيه للحمامات، لانه لا من ناحيه يعني الماديه ولا من ناحيه يعني باش يحافظوا على الماء، فراه بالعكس يعني ذاك الانسان اللي غتسد عليه انت سيمانه غيكون واحد الاكتضاض يعني اذا كان كيجيو تيجيو مثلا من السبت للسبت او لا من الحد للحد، او لا انسان كيجي من 10 ايام من 10 ايام او لا من 15 يوم، لا ماشي الحمام ماشي كيجيو ليه مثلا عنده داكشي توقيت، كل واحد والله يكون في العوام، كاين اللي كيجي من 20 يوم 20 يوم، كاين اللي لاباس عليه كيجي من يومين ليومين، يعني كل واحد كيترتق ليه كيجي للحمام، كاين اللي يدير منظم حياته للحمام، كاين اللي تيتوسخ مزيان عاد تيجي للحمام. فراه انت ملي كتجي كدير لهم واحد التوقيت معين مثلا كدير لهم مثلا 2 و 3 ولا 4 اولا تجي السمعه والسبت والحد مع نهايه العطله يعني الاسبوع، فراه هنا كتدير واحد الاكتضاض، واحد الاكتضاض اللي هو غادي تخلق مشكل بمشكل، داكشي مش كنتي خايف فيه غطيح فيه بمعنى الكلمه. هذه مساله باينه، لانه الانسان اللي غادي يجي يبغي يعوم
ويقولوا دابا الحام غادي يحل تال يعني 3 ايام اخرى، وغادي يكون الزحام، وداك اللي غادي يجي يوصل بسطل ولا جوج واللي غاسل بربعة وخمسة، يعني خصو يعوم مزيان، تيقول حقارة خصني نخرج له سخن مزيان لانه غادي نتعطل تال كذا كذا، السيمانة الاخرى غادي نجي ولا لا. هذا تيبان لي ان ماشي حل، وحل لا يعني حل ماشي في المتناول، لا في صالح لا من الحمامات ولا حتى الكليون. تال الكليون تالك ما غيبغيوش هاد الطريقة هادي، وغيولي الزحام، والحمام الا كان فيه الزحام ما تيدخلوش الناس، لان اغلبية ديال الناس انا كتجربتي خدام في الحمام، اغلبية الانسان كيدخل اي بحال نهار الحادة ولا السبت، تيجي يقول لك واش الحمام عامر، الا كان عامر تيرجع بحالو، كلمة تيقدش عندك الصد، كلمة تيقدش عندك الصداع، تيبغي الحمام يكون فهو شوية، فهمتي؟ يقدر داك الماء يقدر الا كان عامر بزاف يقدر الماء يبرد في اي وقت في اي وقيته، يولي واحد يعني الضغط على الماء السخون، اذا الحاله والعافيه واخا دير ما عرفت شنو ديال العافيه ما غاديش يكفي داك الكم الهائل ديال الناس اللي غيكون الداخل، فغيكون واحد الضغط ويكون واحد الضياع ديال الماء اكثر من داك الشيء اللي كان في الايامات العاديه. فراه يعني من وجهه نظر ديالي انا، فراه يعني حل غير مناسب لكلتا الطرفين. هذا اللي كاين. اذا باش نزيدو نتعرفوا على هذه المعلومات هذه، قناه الشوف تي في دارت واحد الانترفيو مع النائب العمدة كازا، انه غير راضي كذلك على هذا القرار هذا لاغلاق حمامات بسبب الجفاف او بسبب قله المياه الجوفيه. نشوفوا اشنو هو رد الفعل ديالو او الجواب ديالو على هذا القرار هذا اللي بغات تاخذ الدوله او اقترحت الدوله ديرو، ونشوفوا اشنو هو الحل ديالو اشنو تيقول. وقبل ما نبداو نتفرجوا كنبغي نطلب منكم هذا الطلب هذا، شكون اللي مع يسدوا الحمامات وشكون اللي ماشي مع يسدوا الحمامات، مع العلم انا ديجا دوزنا الحاله ديال سد ديال الحمامات فراعنين الكثير، فما بغيناش تعاود هذه القضيه هذه. كنتمنى تكون شي حل اخر اللي يكون مرضي لكلا الطرفين. اذا غادي نتفرجوا في العمده اشنو بيقول مع السؤال اللي طرحت عليه الاخت مريم. غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو موضوع يهم ساكنه مدينه الدار البيضاء، بل يهم ساكنه المغرب، موضوع ندره المياه والترشيد في استعمال المياه، واللي مؤخرا خرج واحد القرار عاملي من وزاره الداخليه كيقول اننا خصنا نديروا ترشيد المياه، ومن بين الاجراءات اللي خصنا نديروا ان الحمامات يوليو يسدوا ويخدموا غير 3 ايام في السيمانه. كنعرفوا ان مدينه الدار البيضاء كتستهلك واحد المكعبات او لترات من المكعبات المائيه كبيره كل نهار، وهذا الشيء بطبيعه الحال ماشي فقط في الحمامات ولكن في المسابح، في عده عند الناس في ديورهم، ايضا في السقي ديال بعض المساحات الخضراء اللي كاين مدينه الدار البيضاء اللي كندوزو كنشوفوا داك الروبيني غير محلول وما الى ذلك. حنا الان كنتواجدوا مع نائب عمده مدينه الدار البيضاء مشكورا، اللي كنشكره بطبيعه الحال على انه عطانا من وقته باش ينور الراي العام المغربي. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. كيداير مولاي احمد لاباس عليك؟ لاباس لا، شكرا لك. بخير. اهلا وسهلا المتتبعين شوف تي في. الله يبارك فيك مولاي احمد. حنا اليوم جينا عندك باش نتكلموا على ترشيد المياه او ندره المياه، اللي ولا المغاربه كلهم حنا متخوفين من هذه القضيه، ولكن باش نكونوا صراحه راه المغاربه باقي ما عارفينش الخطوره ديال هذا الشيء، حنا راه خايفين مي ما عارفينش الخطوره. فعلا فعلا، كيف كيعرف الجميع بان المملكة عرفت واحد الحالة الجفاف هذه سنين وسنين، ولكن وكنا غاديين بنفس الوتيرة وبنفس الاستهلاك. جبتي قبيلة على شحال كيستهلكوا البيضاويين، البيضاويين كيستهلكوا 220 مليون متر مكعب في السنة، وغاديين بنفس الوتيرة وما نقصش هذاك الشيء. واخا كجماعة الدار البيضاء حنا درنا واحد السياسة استباقية دي واحد السنة ونصف، وقررنا باش نقطعوا جميع العدادات باش ما يبقاوش نسقيوا المساحات الخضراء والماء الصالح للشرب اللي كانت كتسقى بالماء الصالح للشرب. مع الاسف الكل كيعرف بان البراج ديال المسيره وكح، ما بقى فيه حتى شي قطره، وبقى فيه غير ديك لابو ديك التربه الفازقه وسميتو. على العلم ان البراج كيعمر بالامطار اللي كيعطيها لنا سيدي ربي، حنا ما كناش دايرين احتياطات ديالنا. واش الجماعه ديال الدار البيضاء ما كانتش عارفه هذه الخطوره، ما كانتش عارفه ان الجفاف، ما كانتش دايره خطوات استباقيه بانها ترشد هذا
الاهدار ديال الماء الماء درناها هذه سنه ونصف حنا منذ انتخاب المجلس هذا ولا هذا المكتب ولا العمده الرئيسه هذه واحد العامين ونصف هذه سنه ونصف قررنا كانوا مشاريع اللي كانوا خصهم يشوفوا امور منهم هذيك المحطات ديال معالجه المياه العادمه والدوران ديالها باش نبداو نسقيو بها المساحات الخضراء حيت دابا ملينا نحبسوا سقي المساحات الخضراء خصنا نشوفوا شنو هو البديل حيت هذوك المساحات الخضراء كما كنقول راه تخسرات عليهم واحد الميزانيه ضخمه اللي خارجه من الميزانيه ديال الدار البيضاء لهذا قلنا بان نلقاو بدائل البديل اولا قلنا بان الدار البيضاء الخصوصيه ديال الدار البيضاء اللي ما عندش مدن اخرى الحمد لله هي فيها عيون فيها بزاف العيون اللي كتمشي مع الاسف للبحر كتلاح في القواد وكتمشي للبحر قلنا خصنا نسترجعوها درنا واحد طلب العروض راه غادي خرج باش نسترجعوا ديك العيون استرجعنا واحد ثلاثه اربعه استرجعنا جوج سنديباد وسيدي عبد الرحمن واسترجعنا ديال البرنوصي وعين السبع اللي فيها ثمانيه ولا سبعه ديال العيون وحده فيهم دابا غادي نسترجعوها راي تمام نشوفوا نريكوبيريو الاخرين هذوك العيون عطينهم الله ما عرفناهم منين كيجيو خلاها واحد الشخص بلا ما نذكروا اسمه قال لي هذاك الشيء راه شربت منها راه بحال كتشرب من الماء واحد العين كعين سايس ولا عين سميتو هذه العيون اللي عيون عليها عليها عندنا ديك عين السبع وعين الدياب وعين الشوق راه ماشي غير هكاك الناس البيضاويين ديال شحال هادي راه عارفين بان كاين عيون تما ولكن ما كنستافدوش منها تم التمر سوء التدبير تم التمر ديالها خلال الاشغال اللي دارت في الدار البيضاء وهذوك العيون ولاو كيمشيو مع القوادس كيمشيو للبحر مع هذوك لي زويزي مع المياه العديمه لهذا اولا درنا هاد الخطوه السباقيه نقصنا من الصبيب هادي واحد السنه واخا البيضاويين كيتشكاو كيقول لك عباد الله الماء ما بقاش كيوصلنا للسانكيام ايطاج ولا السيزيام ايطاج ولا الكاتريام كيوصل ناقص نقصنا من طلبنا من ليداك باش ينقصوا من الصبيب ديال الماء وكذلك حاجه اخرى اللي درنا هي منعنا جميع هذوك الشركات اللي كتدبر قطاع النظافه اللي عندهم في العقد باش يغسلوا الارصفه ويغسلوا الشوارع والازقه ديال الدار البيضاء قلنا لهم ما باقيينش يقيسوا المصالح للشرب يهزوا الماء من العيون وراه كيديروا دي سيتان وهذا الشيء اللي غادي نبداو نديروا حتى باش نسقيو المساحات الخضراء الريتما نجزوا هذوك المحطات ديال المياه العادمه اللي غادي تشوف النور من هنا واحد سبع شهور ولا ثمان شهور نعم. كتاخذ وقت هذه بالنسبه لنا مهمه فيما يخص البرنامج الحكومي واللي السيد الولي تراس عده اجتماعات عليه كان هذيك ربط سبو البراج ديال سبو بابو رقراق ويجيب الماء لينا حتى للدار البيضاء حيت خصنا نعرفوا بان هذا السوق هذا البراج ديال المسيره كان كيعطينا واحد 2600 متر كوب واحد 2600 متر مكعب نعم يوميا نعم ولا دابا كتجينا من تما غير 600 يعني 2000 متر مكعب اللي نقصات خصنا نجيبوها من الرباط كتجي واخا السؤال اللي بغيت نسولك مولاي احمد دابا انتم جيتوا حتى وكح الباراج ديال المسيره حتى وكح علاش نخليوه يوكح حرام مع الاسف وعيب وعار اننا ما تكونش عندنا واحد المسؤولين اللي عندهم واحد السياسات او التدبير اللي هو كيدير مثلا احترازات مسبقه ما نوصلوش حنا لهذا الشيء اللي وصلنا عليه حنا كانوا مثلا لي فاكتور اللي كيجيو المواطنين بالنسبه لي داك كانت هكا المواطن المغربي في لي فاكتور ديال الماء كاين اللي كيوصل عنده غير بيت 1000 درهم 2000 درهم لعل وعسى الناس تنقص من بالرغم ان واحد عنده بيت راه ما كيهضرش الماء بزاف ولكن علاش المسؤولين السابقين ما فكروش اننا نقدروا نوصلوا لهذه الحاله ديال الخطر اللي وصلنا له اليوم لاننا خصنا ندقوا نقص الخطر انك جيتوا لهاد الولايه تلقيتوا البراج نشف عاد بديتوا كتقلبوا على حلول بديله من المسؤول ما غادي نلصقوا نعلقوا الشماع في ظهر حتى شي واحد على ظهر حتى شي واحد المسؤول هي دابا جانا لقينا واحد الوضعيه وخصنا نديروا لا وخصنا نديروا واحد السياسه استباقيه وما نشوفوش حد نفنا نشوفوا المدى البعيد لهذا خصنا هاد المشاريع تشوف النور باش بيضاوه ما يتقطعش عليهم الماء هذا هو المهم عندنا حيت راه كانوا ما يتقطعش عليهم الماء حيت يقدر يتقطع على بيضا الماء يتقطع كاين احياء اللي يتقطع الماء من غير الاحياء الشماليه الاحياء الجنوبيه كاين كاين اماكن اللي تقدر يقدر يتقطع عليهم الماء لهذا هذا القرار هذا اللي قلتي قبيله ديال القرار الولائي اللي جا مجحف لواحد القطاع وانا كنعرف هذاك القطاع والمعاناه ديالهم ولكن هذه الواقع حيت مع الاسف بنادم في المغرب كامل فاش كيمشي لشي حمام كيخلص واحد 10 دراهم وكيدور براسو واحد 20 سطر ولا 10 سطور ولا 15 ويبقى يكب في المياه وذاك الماء راه ماء صالح للشرب لهذا
كنعرفوا هذا القطاع كما قلت وشتيه معنا انتيا قطاع اللي عانى كثيرا وكثيرا، ولكن هذا الواقع واش نغسل به ولا نعطي الماء الصالح للشرب من الناس ما يشربوا بيضا ما يشربوا، حيت من هنا الا ما درناش واحد سياسه استباقيه بحال هكا راه غادي نبقاو نعطيو الناس ما يشربوا. لهذا كما قلتي قبيله ما عارفينش الخطوره اللي كنعيشوا ولا غادي نعيشوا مستقبلا الا ما تصبطش حتى الله يرحمنا يا ربي امين. طبيعه الحال كنقولوا اننا كنعطيو 10 دراهم ولا 12 درهم والمراه كتدور بها 20 سطل. انا اليوم ما كنلومش المواطن المغربي لان ما عندناش واحد برامج تحسيسيه واحد الثقافه. ملي كتلقى مسؤول مثلا في مدينه الدار البيضاء الكبرى ما عرفش يدبر واحد البراج، ما عرفش يدبر واحد السد اللي هو عامر بالمياه العذبه اللي كيعطيها الناس يا ربي، واتجاو هاد الناس هادو ولقاو ان البراج نشف عوض ما كنا كناخذوا 2600 متر مكعب في النهار ولا كناخذوا 600. فبطبيعه الحال ما غنلومش انا مواطن مغربي نقولوا علاش كتضيع 20 قب ديال الماء، لان حتى دوك المسؤولين اللي ما عرفوش يدبروا لو كانوا كيديروا واحد السياسات توعويه تحسيسيه حملات تحسيسيه باش نحسوا هاد الناس بان راكم في خطر، راه اتونسيون راه واحد النهار راه ما غنبقاوش نلقاو ما نشربوا عباد الله. لا غير واحد الحاجه، هذيك 2600 متر مكعب باقا كترجع، دابا كتجينا غير 600 من المسيره، ولكن من الرباط من هذاك الربط هذيك الطريق المائيه اللي دارت الحكومه اللي ربطات دارت ديك الطريق المائيه، دابا ولات كتجيب لنا ديك ال 200 اللي ما بقاتش كتجي من سميتو. دونك هذيك 2000 متر مكعب كتجينا يومين، كاينه 2600 والله ريكوبيري استرجعناها من الرباط الحمد لله. ولكن كاين واحد المشروع ضخم واللي مهم بالنسبه لكاع الجهه ديال الدار البيضاء واللي سيدنا راه تحدث عليه في خطابات ديالو، هي انجاز ديك المحطه ديال تحليه الماء البحر. هذا مهمه بالنسبه لنا، مهمه بالنسبه للدار البيضاء اكيد. فاش غادي تنجز غادي تحلنا هذه المشكله هذا، ولكن رايتما خاصنا نديروا واحد السياسه استباقيه ونشوفوا حلول بدائل ونبدلوا الممارسات ديالنا فيما يخص الماء الصالح للشرب، حيت الماء الصالح للشرب راه واحد الماده حيويه كما قلتي. راه الناس راه ما كيشريوش سيدي عليه ولا سيدي هدي كيمشي للروبين ويعمر قرعته ويحطها في الثلاجه ولا يشربها ديريكت. ما غايعومش بالماء المعدني، راه غادي يبغي يعوم بالروبيني اللي الماء لا حتى الشراب ما يلقاش غدا ولا غدا ما يشرب المغاربه فهمتي، ولا باش يطيبوا ولا باش وجعلنا من الماء كل شيء حي. لهذا هاد الترفيه هذه اللي كنعيشوها خص البيضاوي انت هما يساعدونا ويعرفوا هاد سميتو نسدوا الحمامات. لا الحمامات هما اللي غياكلوا الدق مساكن هما. انا متفق معاك قبيله قلتها لواحد واحد الكوليك ديالكم واحد الزميله ديالك قلت لها بان الحمامات راه كاينين الناس اللي كيشتغلوا فيهم كيدخلوا ديك القوت اليومي ديالهم، هو هذاك هو الصالير ديالو، هذاك هو ديك الاجر ديالها ولا ديال ديك السيده ولا ديال هذاك السيد اللي كتديها باش تشكل وليداتها ولا تخلص كراها في اخر شهر ولا هذا. ارباب الحمامات كذلك راه خصكي تعرفي بان ارباب الحمامات كيخلصوا واحد السومه كرائيه غاليه الاغلبيه ديالهم في اخر الشهر منين يخلصها، منين تبقى له غير 4 ايام ديال الاسبوع اللي غادي. وعرفتيهم انت راه قلت لك عشتي معنا خلال الكوفيد تاثروا كثيرا وكثيرا وخصوصا في جهه الدار البيضاء ومدينه الدار البيضاء، حيت اخر اللي استأنفوا العمل هما الحمامات ديال الدار البيضاء فاش كان كوفيد. لهذا كنا خصنا نتحاوروا معهم وباقي خصنا نتحاوروا معهم نشوفوا دعم بالنسبه لهم نشوفوا بدائل. هذا الشيء خصنا نشوفوا من الحكومه ماشي من عندنا حنا كذا. المساكن ديما الدرويش هو اللي كياكل الدق في مثل هاد. انا متفق معك على هاد الشيء هاد الحمامات وكنقولها ونعاودها ونأكد عليها، هاد الحمامات خصنا نلقاو حلول. كاين بدائل، كاين يداروا واحد المحطات صغيره ديال اعاده الدوران ديال المياه هادي ما باش تغسل راه كيدوشوا به. كاين اللي كيشربوا في الخارج حيت لو دوغري ديال هذاك المعالجه ديالو، كاين اللي كيشربوا في كاليفورنيا حيت ما كاينش الماء، الناس كيشربوا من ديك الماء كيتم المعالجه. بحكم انك تمثل جهه الدار البيضاء الكبرى، جا واحد مدينه الدار البيضاء عفوا، جا واحد الوالي جديد لجهه الدار البيضاء الكبرى، الرجل الحديد اللي بدل مدينه الدار البيضاء في واحد الظرف وجيز، واحد المده اللي هي وجيزه، في واحد المده اللي هي قصيره.
عده كما قلتي، ولكن كنرجع لهذوك هذوك الفراشه اللي كنقولوا لهم ولا سميتو. نعم، المتجولين المتجولين لقاو لهم حلول حتى هما، حلول كاين هذوك الاسواق النموذجيه اللي يدبروها هما، اللي يسيروها هما، ماشي نجيبوا شي جمعيه ما كتمثلهمش ونقولوا لهم هما اللي غادي يدبر ديك الاسواق، ومن بعد كيلقاو معاهم مشاكل كيخرجوا لهم واحد السومه كرائيه يقول له بدا تخلص لي الضوء بقل وما مدخلهاش حتى بنهارو، وهذاك الكراء كيقول له خلص واحد السومه ديال الكراء. نعم. اللي هي سميتو، ولا هذاك الضو يقول له راه شنو جاتك، هادشي ما يمكنش. واحد السيد اللي خرجناه باش نواكبوه من القطاع غير مهيكل وباغي ندخلوه القطاع المهيكل في ديك الاسواق النموذجيه، خاص تكون واحد المواكبه ونجلسوا معاهم ونشوفوا نلقاو حلول. هادشي راه طلبناه به الاتحاد العام والقوى التونسيه. نعم. عده مرات عندنا هذا القطاع كندبروه، وعندنا النقابه اللي مهمه على الصعيد الوطني، ولكن خصنا هاد الناس هادو، ماشي نقولوا حيت السيد الولي مشكور جا حيت كان واحد الاحتلال ديال الملك العمومي والارصفه واللي خرج لك على الشانطي وفوق التروطوارات وسميتو، هذه تشكى يشكر عليها كاع البيضاويين صفقوا لهذا سميتو، ولكن هذوك الناس راه بيضاويين. هذوك الناس راه صفقوا، ولكن مع ايجاد الحلول البديله. الحلول البديله. نعم. لهذا بدائل لهذ الناس هذوك. والاسواق النموذجيه اللي كاينه ولا تستغل كاين اللي سد. نعم، اشنو بحال دابا السوق اللي كانوا كيقولوا غادي يردوا لعمار. نعم. واحد السوق اللي تخسرات عليه واحد الميزانيه اللي هي كبيره ملايير السنتيمات، هو الان مرتع ديال المتشردين وديال الشماكريه وكيعقروا فيه الخمور، وحتى الابواب الحديديه تسرقات منه. نعم. شنو المآل ديال داك السوق؟ هذاك السوق خصو اعاده الهيكله ديالو، خصنا نشوفو، خصنا فيها مقرا من مبرمج هذا. ننتظر زياره بطبيعه الحال ديال السيد الولي، اظن زار عده مرافق واسواق في مدينه الدار البيضاء، وراه كاين حلول ليها اللي غادي تخرج تشوف النور على المقارب ان شاء الله. ان شاء الله، اكيد احنا عندنا الامل مشاهدينا الكرام، كيف ما قال سي افيل النائب عمده مدينه الدار البيضاء، ان الدار البيضاء كان خصها الرجل المناسب في المكان المناسب، واختيار صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اكيد اختيار صائب لهذه المدينه والعاصمه الاقتصاديه. مشاهدينا الكرام، كنتمنوا اننا نكونوا جاوبنا على الاسئله ديالكم.